جيبي شنطتك والحقيني. ايه؟ جيبي شنطتك والحقيني. عن اذنكم يا شباب. معقول؟ ما صار شيء يا جماعة. كاسكم. تفضل. تطلعي وتفوتي معه قدام الناس ونحن لسه متجوزين؟ لك انت ما عندك حد لشيء، ما عندك احترام. انا اللي ما عندي حد؟ لك احترمي انك متجوزه، احترمي انك ام. انا محترمه حالي ومحترمه ابني غصب عنك. يا جماعه روق شوي. اوعى تتدخل بيني وبين مرتي، اوعى. دكتور زياد ما دخل عمر معروف مشكله بيني وبينك، معلش تتركنا لحالنا. بليز. اطلعي بالسياره خليني اوصلك لعند امك. مش رايحه لمحل. أنا هون كرمال شغلي وما رح خليك تجرسني قدام العالم. سمعتيني شو قلت لك؟ إذا مش قبلين إنه اللي بيني وبين زياد صداقة عادية. لا أهلاً صداقة. أنا ماني من امبارح تتحكي علي بهدول الكلمتين، من نظرة واحدة بعرف شو في بينك وبينه، وبقرا الخريطة كلها. أنا مش خاينة مثلك، وما رح خليك تخرب لي حياتي. عم أقول لك اطلع. ورد! ما بقى تحط إيدك علي. سوري على يلي صار. ولا يهمك حبيبتي، بس نحن عطلنا همك يعمل لك شيء او ياذيكي برا. ما معقول شو وقح. ايه كيف هيك بهالوقيحة اجى على الطاولة وحكاكي هيك؟ ورد حياته ما بيتصرف بهالطريقة، هو مش هيك ابدا، بس هي يعني الظروف اللي عم نمرق فيها شوي صعبة علينا اثنيناتنا. هي فكرة الطلاق قاسية عليه شوي، يمكن مشان هيك تصرف هيك. عم تسمعوا؟ يعني إذا هالقد منيح ليه راكدة لتطلقيه؟ طبيعية أنت؟ سامعين؟ عم تصورنا هي كأنه ملك، ملك نازل من السماء. عن جد وجعني قلبي عليك صراحة. بنفس الوقت احترمتك كثير. شو بدك فيها ما بس تذكر تصير سهيلة؟ انسى. طيب يا جماعة شيلونا من هالسيرة، خلينا نحكي بشي تاني. ولا؟ ليه ما بدك نحكي؟ يعني إذا في مجال يتصلح الوضع بيناتهم ويرجعوا لبعض، حرزانة ما هيك؟ حرزانة نجرب. بعدين لما نحكي نتعلم من تجارب بعض. مظبوط حبيبي أنوار. مايا، يمكن صار لازم توقفي شرب. شو قصدك؟ إنه أنا سكرانة؟